السلام عليكم شباب جريد 7 إن شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض جزء الجيومتري، انطلب كتير في الكومنتات فهنبدأ فيه سريعا إن شاء الله، أول اكزام معانا اللي هو نمبر 1 اللي هو كايرو، تعال نشوف أول <hesitation> كويستشن معانا بيقول لي تشوز ذا كوركت أنسر، بيقول لي the image of the point 5 and the negative 3 by rotation about the origin point، الاوريجين origin point اللي أنا أطلع. is itself يعني رجعت لنفسها then the measure of the rotation angle is يبقى ال... طالما رجع لنفس النقطة يعني هي كانت 5 and negative 3 هتبقى 5 and negative 3 ما تغيرش حاجة ايه الانجل اللي ما بتغيرش حاجة اللي هي 360 degree نمبر 2 بيقول لي the line segment joining the two midpoints of two sides of triangle is the third side نقط the third side يعني ايه الكلام ده يعني انت عندك تريانجل مثلث تعال نرسمها كده ونوضحها مع بعض وعندك لاين سيجمنت كده بتربط ما بين الميد بوينت بتاعت النقطتين اللاين سيجمنت دي بالنسبه للثيرد لينس ده ايكوال ايه؟ ايكوال الهاف امم هو الحاجه التانية. وفي نفس الوقت هي بارل في نفس الوقت ده بارل انا فكرت انه عايز الهاف ماشي تنفع الاثنين بس هي ايه؟ البارل نمبر 3 بيقول لي sum سم اوف ميجرز اوف ذا angle انجل ات بوينت يعني مجموع الزوايا اللي حوالين نقطة واحدة تبقى 360 نيجي لنمبر 4 بيقول لي if ABC is a right angle triangle at B يعني هو عندي مثلث قائم كده at B AB equal 4 سنتيمتر BC equal 3 سنتيمتر then AC طبعا احنا عارفين AC هتيجي ازاي عن طريق عن طريق الباسجرينيون سيرا اللي هي كالتالي: ال AC بار 2 ايكوال AB بار 2 بلس BC بار 2. طب ليه قلت كده؟ لأن هو هنا عايز الـ Hypotenuse اللي هو الوتر. والوتر بيبقى فيه هنا بلس وده سكوير بلس ده سكوير. لكن هو لو هو عايز سايد لينس هتبقى عملية ماينس. طيب هنعملها ازاي؟ هنعمل كالتالي: ايكوال 4 باور 2 بلس 3 باور 2. نعملها على الكالكوليتر. 4 باور 2 plus 3 باور 2 تطلع 25 اخذ الروت سكوير اوف 25 عشان اطلع اي سي فقط ايكوال 5 نمبر 5 بيقول لي ذا سم اوف ميجرز اوف ذا انتيرير انجل اوف ا هيكساجون يعني مجموع الزوايا الداخله للهيكساجون احنا عارفين طبعا القانون بتاعها اللي هو x minus 2 multiplied by 180 اللي هي ايكوال الهكساجون اللي هو الشكل السداسي عنده 6 سايد لينس يعني 6 ماينس 2 اللي هي 4 ملتبلايد باي 180 نروح على ادي 4 ملتبلايد باي 180 اللي هي ايكوال 720 فين ال 720 هنا نكمل مع بعض السؤال نمبر 2 اللي هو كومبليت نمبر 1 بيقول لي the sum of measures of the exterior angles of the pentagon is احنا عارفين طبعا ان the sum of measures of any convex polygon اي مضلع محدب هي هي عباره عن ايه؟ 360 degree. واكتب لي خلاص. نمبر 2 بيقول لي if تو lines intersect يعني لو في خطين قطعوا بعض then h2 vertically opposite angle يعني كل زاويتين قصاد بعض هيبقوا مالهم؟ عشان تفهم اكتر اللي هم بيبقوا كده. الزاويتين اللي قصاد بعض اللي هي هنا دي كده وهنا دي كده الزاويتين دول مالهم ار ايكوال ان ميجر متساويين في القياس فاكتب له ايكوال ان ميجر نمبر 3 بيقول لي ان تريانجل اي بي سي اف ميجر انجل اي بلس ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل بي اعرفها دايما كرول كده لو في تو انجلز ايكوال الثيرد انجل يبقى بي دي على طول 90 ديجري نمبر 4 بيقول لي ذا ايمج اوف 2 اند 3 باي ريفليكشن ان ذا اكس اكسس لما يقول لي ريفليكشن في الاكس اكسس يبقى انا هروح ا ريفيرس الواي اكسس يعني اجيب عكس الساين بتاعته يعني هنا ده الاكس هسيبه زي ما هو هعمل كده 2 اند نيجاتيف 3 لكن لو قال لي الواي اكسس اروح ايه اغير الاكس اكسس نمبر 5 بيقول لي ذا لينث اوف ذا لين سيجمنت جويننج ذا 2 midpoints uh, of, of two sides of a triangle, Equals هي دي اللي هي half بقى, هي دي اللي احنا شرحناها فوق, وقلنا يا إما بتبقى برد يا إما بتبقى half, طالما قال لي equal يبقى half على طول. نيجي للسؤال نمبر 3 بيقول لي in the opposite figure نجيب العلم بتاعنا بس كده الأول in the opposite figure AF line segment intersect line segment BD في C, يعني الاثنين دول متقاطعين هنا في C كده. AB

بالتريانجل التريانجل اللي هو A B C شايف التريانجل اللي هو فوق ده كده اللي احنا بنشاور عليه ده كده ماله التريانجل احنا عارفين السم اوف ميجرز اوف ذا انتيرير انجل اوف ا تريانجل از 180 انا معايا 30 و90 يبقى هقول 180 minus 30 بلس 90 تديني كام 60 يبقى الانجل ده هي 60 جميل كده نكمل هنقول سينس اي اف كلاين سيجمنت انترسكت اللاين سيجمنت بي دي يعني القطعتين ال ال دول قطعوا بعض في النقطه سي البوينت سي يبقى انا أقدر أقول, إيه؟ اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان ميجر انجل دي سي اف اللي هي ده اهي ايكوال ميجر انجل اي سي بي اللي هي ده إيه؟ اهي ليه؟ فيرتيكالي اوبزيت انجل زاويتين متقابلتين متقاطعتين متساويتين في القياس يعني ايه؟ يعني ما بيبقى عندي كده تو لاين سيجمنت كده او تو straight lines intersect each other يبقى الميجر measure of h2 vertically opposite angle are equal دي D equal دي D. فعشان كده اقدر اقول ان دي equal دي طب دي 60 تبقى دي, دي زيها 60. اوف of, of the measures of the quadrilateral equal 360 يبقى الشيب ده كله 360 يبقى 360 minus 90 plus 115 plus 60 تطلع لي كام؟ تطلع لي 95 يبقى الأنجل دي في الأخير 95 ديجري وده الريكوست بتاعنا. بي بيقول لي ان اتش اوف ذا following فيجر فايند ويز بروف ذا فاليو اوف إكس. طيب احنا واضح كده ان ده تريانجل وان دي exterior angle، يعني ايه exterior angle؟ احنا عارفين ان exterior انجل equal the sum of the measures of non-adjacent interior angle، يعني بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين دول ما عدا المجاوره ليها دي. يعني ال 140 ده ايه? equal خلينا نقولها بالبروف كده عندنا اللي هي الانجل سي اي دي ديت از اكسيتيريور انجل زي ما قلنا بعدين هت ايكوال الميجر انجل بي بلس ميجر انجل سي يعني 140 ايكوال اكس بلس اكس يعني 140 ايكوال 2 اكس ما هو اكس واكس 2 اكس يبقى هنا ديفايدد باي 2 وهنا ديفايدد باي 2 يبقى الاكس الواحده بكام ب 70 خلاص كده انا جبت له اكس نيجي هنا بقى عندنا هنا سيري تانية بتقول ايه؟ The length of the line segment اللي هي دي. joining the midpoint of two sides of triangle يعني اللي هي قطعت في المنتصف كده في ضلعين في المثلث is equal half the length or half the length of the third side يعني بتساوي نص الضلع المقابل ليها ده اللي هو الثالث ده يعني هنقول كالتالي in triangle lmn اللي هو الكبير ده b is midpoint of lm line segment and q is the midpoint of line segment ln الناحيه التانية يبقى اقدر اقول ان بي كيو ايكوال هاف اوف ام ان اللي هي دي يعني بي كيو ايكوال هاف اوف 14 اللي هي 7 يعني 2 اكس ماينص 5 اللي هي هاف 14 اللي هي 7 النيجاتيف 5 دي هتروح هناك هتبقى 2 اكس ايكوال 12 هنا ديفايدد باي 2 وهنا ديفايدد باي 2 يبقى 12 ديفايدد باي 2 ايكوال 6 سنتيمتر نيجي نمبر 4 بيقول <applause> لي اف ايه ايكوال 4 اند 3 بوينت بي ايكوال نيجاتيف 1 اند 3 اند 1 فايند ذا ايमेज اوف h, a, and b by translation XY هيبقى x بلس 2 و y 2 يعني هنجيب ال a داش بيقولي ال x بلس 2 يعني 4 بلس 2 تبقى 6 و 3 ماينس 2 3 ماينس 2 1 وهنجيب ال b داش نيجاتيف 1 بلس 2 تبقى 1 و 1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1 نمبر بي بيقول لي ان زاوية فيجر ميجر انجل اي بي سي اللي هي دي كده is 90 degree right انجل يعني ميجر انجل اي دي بي اللي هي هنا فوق دي كده از 90 ديجري برضه سي 13 سنتيمتر اي دي 3 سنتيمتر بي 4 سنتيمتر فايند بروف ذا length اوف اي بي واضح كده ان هم في رايت انجل تريانجل يبقى هنستخدم الفيثاغورينيان سيرم اللي هي نظريه فيثاغورس طب بتقول لي ايه نظريه فيثاغورس دي بتقول لي ذا سم اوف اريا اوف ذا سكوير اوف ذا on the side اوف ذا رايت angles اللي هو مساحه المربعين اللي هم على السايدز انجل دول ايكوال طبعا لازم يكون رايت انجل تريانجل ايكوال ذا سيم اريا اريا اوف سكوير اون ذا ايه اللي هو الهاي بوتن بوتنيوز نبدا البروف مع بعض السوليوشن بيقول لي ان اي دي بي في اللي هو المثلث ده كده ميجر انجل دي ايكوال 90 ديجري لازم اقول له ان هي رايت right انجل triangle يبقى اقدر اقول ان اي بي سكوير اللي هو الهاي بوتنيوز نقدر نقول ان هو اي دي سكوير بلس دي بي سكوير جميل اللي هو 3 سكوير بلس 4 سكوير اللي هي ايكوال 25 اخد الروت سكوير هنا وهنا يبقى اي بي ايكوال روت سكوير اوف 25 اللي هي ايكوال 5 سنتيمتر جميل كده يبقى ده كده 5 ننقل بقى على التريانجل الثاني ده الفيرست ريكويست بتاعنا ننقل على التريانجل الثاني اللي هو الاي بي سي عندي ميجر انجل بي برضو اللي هي بس هنقولها بقى اي بي سي 90 ديجري لان انت لو قلت بي تبقى كل ده وده غلط يبقى هنقدر ان هنا عايزين سايد لينس في عمليه سبستراكشن سبستراكشن فهنقول بي سي سكوير ايكوال اي ماينس AB بي سكوير يعني equal 13 سكوير minus 5 سكوير اللي هي equal 144 اللي هي في الأخير BC equal root سكوير of 144 طيب root سكوير of 144 equal 12 جميل كده شوف سؤال نمبر 5 مع بعض بيقول لي in the opposite figure AB parallel CD يعني AB ده كده parallel CD measure angle A equal 30 degree ادي ايه 30 ديجري ميجر انجل سي 100 degree and the A belong to line segment BC يعني B هنا موجودة هنا كده. Find with proof measure angle AEC. AEC اللي هي هنا كده دي. نبدأ مع بعض السليوشن بس عايزين نقول حاجة بس انه H2 interior angles in the same side of the trans transversal انه H2 interior angles in the same side of the transversal are supplementary يعني يعني لو في زاويتين كده في عملية برل هنا وفي تو angles هنا كده دول بيبقوا بتاعهم 180 تعالوا نبدأ مع بعض كده نشوف بيقول لي BA بي برل CD BA كلاين سيجمنت برل ري CD جميل لازم يكون في حاجة بتقطعهم اللي هو الايه البي سي ال ده الترانسفيرسال بتاعنا فده البي سي اللي هو القطع بتاعهم لازم اقوله فلازم اقول بعد كده ان ميجر سي زن ميجر انجل بي بلس ميجر انجل سي ايكوال 180 انا عندي سي بكام؟ ب 100 جميل يبقى الميجر انجل بي 180 ماينس ال 100 اللي هي ايكوال 80 ديجري بعد كده هقول ايه؟ اي اي اف اي هقول سينس ميجر هقول since angle AEC اللي هي اللي بره دي كده is A exterior angle يعني الزاويه خارجه لسه شرحنا بتبقى ايه في الاخر؟ ايكوال التو انجلز دول اللي هم دول دي طلعت معايا 80 ودي طلعت معايا 30 يبقى الصم بتاعهم 80 plus 30 اللي هي 110 degree نيجي لنص كويشن on the square lattice اللي على الشبكه البيانيه ديت find the image of triangle ABC where A1 and negative 3 B3 and 3 and C 5 and 0 by reflection in the y axis and y axis طيب جميل احنا لو عايزين نرسم الترينجل A B C ال A 1 and the negative 3 ال 1 وال negative 3 خلينا نزوم كده 1 and negative 3 هنا كده بعد كده B 3 and 3 3 and 3 بعد كده C 5 and 0 5 and 0 ونكتب هنا كده ادي ال A B C ونوصل ال 3 بوينت دول مع بعض يعملوا لنا التريانجل ABC بعد كده بيقول لي ريفليكشن ان واي اكس يعني ايه الواي اكسس يعني هتخلي الاكس بالاوبزيت ساين بتاعته عكس الساين يعني ايه تعالوا نشوف مع بعض يعني الـ A هنا هتبقى نيجاتيف 1 والنيجاتيف 3 هنا ال B نيجاتيف 3 اند 3 من غير ال X وهنا ال C نيجاتيف 5 اند زيرو نرسم تريانجل بتاعنا A داش دي ال A داش اللي هي نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 3 نيجاتيف نيجاتيف 3 بعدها ال b negative 3 and 3 negative 3 and 3 دي ال b داش بعد كده ال c negative 5 and 0 ال c داش طبعا negative 5 and 0 ونوصل اللاين سيجمنت بتاعتنا عشان نعمل التريان وكده حصل ريفليكشن في الواي اكسس وكده كون انتهى الاكزام معانا ممكن كنا اول تجربه مش افضل حاجه لكن انتظرونا في باقي الامتحانات ان شاء الله هنحاول نطور الدنيا والدنيا تبقى افضل وشكرا يا شباب والسلام عليكم